معنا اليوم الأستاذ ممتاز الزيات، هيشرح لنا الموقف اللي حصل النهاردة في القاعة بالأسرة الدكتور المستشار أحمد مكي. الهيئة النهاردة جينا علشان نتابع حضور الجلسة الثانية للاستماع برئاسة المستشار أحمد مكي. أولا وجئنا بأنه ممنوع دخول المحامين أو عدد كبير من المحامين، وأن في أسماء منتقاة مكتوبة على باب القاعة، فإزاء تجمهر المحامين أو رفضنا، أنا شخصيا رفضت أدخل من غير زمايلي ما يكونوا معايا. خرج المستشار حسام الغرياني وتبادلنا معاه الحديث، وفي النهاية وافق أن يدخل جميع المحامين، وكان هناك اتفاق أن في بيان معد يتلى في الجلسة وعلى إثره يعني نبلغ رسالتنا للجنة بأنه هذا التشريع ما كان له أصلا أن ينظر في غيبة البرلمان، وما كان له أن يصدر قبل أن يصدر الدستور ثم تكون القوانين مكملة للدستور. الحقيقة لما دخلنا طالبنا الكلمة علشان يلقيها زميلنا حسب اختيار الدكتور يحيى، المستشار أحمد مكي صادر حقنا في أن نعبر عن وجهة نظرنا. كل المحامين اختاروا الدكتور يحيى يتلو البيان، بيان الاحتجاج على مناقشة القانون من حيث الأصل. الحقيقة الدكتور أحمد المستشار أحمد مكي استفزنا جميعا وقال إن إحنا هنا نسمع اللي إحنا عاوزين نسمعه، وإحنا نسمع على مزاجنا، إحنا هنا بقى مش في المحكمة وحتقولوا لي المادة 50 من قانون المحاماة. الحقيقة كان أمر مستفز. أنا قلت للمستشار أحمد مكي الحقيقة أنت أهنتنا، أهنت المحامين وأهنت المحاماة، إحنا هنا جايين علشان نشارك في شؤون العدالة، وشؤون العدالة يشترك فيها المحامي والقاضي، لذلك إحنا ملناش مكان في هذه القاعة وانسحبنا. حقيقة يعني وانسحبنا. زملائنا عبروا عن رأيهم أيضا إزاء الموقف اللي حصل، وقالوا بالمرة بقى إحنا بنطالب بتطهير القضاء من الفاسدين، ونطالب بتطهير القضاء من الذين أفسدوا الحياة السياسية، ونطالب بتطهير القضاء من الذين ثبت تورطهم في جرائم تعذيب جرائم تزوير الانتخابات، يعني القضاء مش على رأسهم ريشة. فيعني في نغمة استعلاء الحقيقة غير مفهومة من المستشار أحمد مكي اللي كنا بنكن له تقدير واحترام. ده اللي حصل في جلسة. هل أغضبكم دخول دكتور حسن نفع قبلكم؟ لا طبعا، هو طبعا دكتور حسن نفع قيمة سياسية وإحنا بنقدره، وأيضا الأستاذ بهي الدين حسن بنقدره، لكن من الغريب والعجيب إن يسمع غير المحامين ويعطل سماع المحامين ويؤخرهم، يقول لهم بعدين في آخر الجلسة هبقى اسمعكم، وبيسمع غير المحامين. ده يعني شيء طبعا أكيد مستفز، أكيد يستفز المحامين ويغضبهم، لأن إحنا والقضاء المفروض صنوان، إحنا الاثنين بنصوص الأمم المتحدة، هو زي ما زميلنا الأستاذ أيمن، نصوص الأمم المتحدة إذا كانوا بيحترموها بتقول إن المحامي والقاضي إحنا الاثنين شركاء، وإحنا الاثنين لازم نمثل في أي أمر يتعلق بشؤون العدالة. إحنا مش زعلانين إنهم يتكلموا، جميل جدا أن يدار الحوار، وإنه مؤسسات المجتمع المدني تشارك، وإن الأستاذ بهي الدين حسن يقول، وإن الدكتور حسن نفع يقول، لكن بعد المحامين، أو على الأقل يبقى المحامين لهم ذات الأهمية وذات الدور وذات التقدير. أما إنه يحيل المحامين للآخر ويقول لهم في آخر الجلسة هبقى أسمعكم، لا، إحنا مش منظر وما إحناش ديكور وما إحناش جايين نتلمس من أحد منحة. حقنا ألا يشرع شيء يتعلق بشؤون العدالة وما يكونش لنا رأي فيه. مش بس كده، قانون السلطة القضائية فيه سوءات كثيرة، هذا المشروع اللي بيعرض فيه هم القضاء عاوزين إيه؟ عاوزين يخصصوا نسبة في الموازنة من الموازنة العامة للدولة، وده شيء خطير جدا، لعمل ميزانية مستقلة للقضاء يضاف إليها
الرسوم والغرامات والكفالات اللي تصادر، كل ده يحطوه علشان ايه؟ عشان يصرفوا بيه على نفسهم، عشان يزودوا بيه معاشاتهم، علشان ياخدوا بيه مستحقات. كمان الاخطر من ده ان المطروح في المشروع انه نادي القضاء ميزانيته تتكون من عدة بنود، الاخطر من فيها الهبات والمعونات التي يقبلها مجلس الإدارة. هبات ومعونات تقبلها من مين؟ من جهة أجنبية، من جهة داخلية، من السلطة، من وزارة الداخلية، يعني هو ده انت عايز ايه؟ لذلك احنا مش بنعترض بس لمجرد ان في مواد بتمس مهنة المحاماة، لا يا استاذ طارق، احنا لازم نتكلم في صميم قانون اللي هو مطروح، لان في كتير من في قانون السلطه القضائيه بيتعار مشبوهه، في نصوص مشبوهه. يبقى ايه العله انه القانون ده يتناقش النهارده في غيبه البرلمان؟ ما تستنى يا اخي لما يبقى في برلمان. بيقول لي علشان نقدر نعمل انتخابات نزيهه. هو انت مش هتعمل انتخابات نزيهه وتاجل ضميرك الا اذا طلع لك قانون؟ شكرا استاذ. شكرا.